السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ بخير يا دكتور، قريت الحمد لله. المحاضرات بتاعت الاندوكراين؟ أيوة يا دكتور، طب فيها اي تساؤل؟ في حاجة غير واضحة؟ لا والله أو في كويس حاجة مش كده موجودة في يعني. الكتاب، في حاجة موجودة في الكتاب وأنا ما قلتهاش يعني؟ لا يعني هو حضرتك غطيت كل الموضوع يعني كويس، الحمد لله. الحمد لله. حد له أي سؤال يا ولاد في الإندوكراين؟ أسرع عطية، أي رأيك؟ لا يا دكتور كويس الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله، شكرا يا طيب دكتور. أبو بكر، قريت؟ تمام يا دكتور. قريت؟ تمام الحمد لله. في حاجة صعبة؟ أو لا في حاجة تمام يا مش دكتور. واضحة؟ لا تمام، كله تمام. دكتور سمير، دكتور سمير، طيب المهم احنا النهارده بإذن الله إن شاء الله هنبدأ السي ان اس. طبعا وما أدراك ما السي ان اس. السي ان اس يعني من الحاجات اللي هي يعني مهمة جدا جدا جدا، وسبب الأهمية الشديدة بتاعت السي ان اس هو إن حالات كتير بتعالج في اليونيت، في النيونيتولوجي يونيت، وبقوم يعيشوا، ومعظم الحالات دي بتبقى تعرضت لنوع من انواع الهايبوكسيا او البرين دامج، وبدا يبقى في حالات كتير قوي قوي من الاطفال بتعرض عليك في العياده الخارجيه او في المستشفى، وهم عندهم منتال هانديكابنج وعندهم سم سي ان اس بروبلم. فاصبح الاهتمام بالسي ان اس يعني موازي للاهتمام بالنيوتريشن مثلا. شوف قد ايه النيوتريشن مهمه، اصبح سي ان اس مهم جدا جدا جدا. وبالتالي بدا بقى يكتر السي ان اس كويشنز في الاكزام عشان يواكب زياده اعداد الاطفال اللي عندهم سي ان اس بروبلم. واحنا عارفين انه لما الموضوع بيجي في الامتحان الناس بتهتم بيه اكتر على اعتبار انهم عايزين ينجحوا، بس هو في نفس الوقت هو اهتمام نتيجه ان الكوميونتي بقى فيها حالات كتير قوي سي ان اس. عشان كده يعني نفسي نركز قوي في المحاضرات. انا هحاول يعني لو قدرت هحاول ادي السي ان اس في 3 محاضرات ان شاء الله، عشان في حد من زمايلكم كتب لي ان عندهم امتحان يوم 15/9، فالله المستعان هحاول اخلص قبل 15/9 بالنسبه للسي ان اس، ويبقى كده خلصنا ما عدا محاضره الامرجنسي، هنحاول ان شاء الله نديها قد ما نقدر برضو قبل 15/9 باذن الله. موافقون؟ ماشي يا دكتور، تمام ان شاء الله. طيب احنا عندنا النيرفس سيستم، السبجكت الموجوده في معظم الكتب، الكومن سبجكت هي الابيليبسي، ده نمبر 1، وبعدين نمبر 2 الهيدروكيفلس، بعدين نمبر 3 السي بي، ونمبر 4 المينتال ريتارديشن، ونمبر 5 الفلوبي انفنت. دولت اللي معظم الكتب الـ6 اللي عندي متفقين على اهميتهم. بعض الكتب مزوده شويه زي الكتاب بتاعنا، مزود النيورال تيوب ديفكت ومزود المايكروكيفالي او السمول هيد.
وفي بعض الكتب مش كاتبه، يعني كتاب طنطا مثلا كاتب الإبيليبسي وكاتب الفلوبي والسي بي والمنتال ترديشن، ومش جايب سيره لا هيدروكيفلس ولا مايكروكيفلي ولا لارج هيد ولا نيورال تيوب ديفكت مثلا. يعني كتاب طب المنصوره جايب اول موضوع عنده الإبيليبسي، وبعدين السي بي والمنتال ترديشن والفلوبي انفنت والهيدروكيفلس، ومش بيتكلم خالص عن النيورال تيوب ديفكت ولا المايكروكيفلي. طيب انا لما اشرحهم انت مطالب بهم؟ طبعا لا، ما انتش مطالب، طالما ان هم مش موجود عندك في الكوريكولم ما يعني مش لازم تثقل نفسك بيه. اذا حد عندك شرحه او جاب سيرته خلاص يبقى اهتم بيه ويبقى هو موجود لتكمله الانفورميشن. فعلى طول هندخل في المحاضره. احنا عندنا النيرفس سيستم عباره عن تو كومبوننت. النيرفس سيستم تو كومبوننت، سنترال وبريفرنت. سنترال وبريفرنت. السنترال اللي هو انتراكرينيال واكستراكرينيال. الانتراكرينيال اللي هو السريبرال هيمسفير والبرين ستيم والسريبيلم، وده الانتراكرينيال. الاكستراكرينيال اللي هو السباينال بارت، اللي هو السباينال كورد والكودال كوين. ده بالنسبه ل احنا قلنا النيرفس سيستم عباره عن سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. السنتر نيرفس سيستم جزء موجود جوه الجمجمه وجزء موجود بره الجمجمه. اللي جوه الجمجمه هو السيربرال هيمسفير والبرين ستيم والسيربل، واللي بره الجمجمه اللي هو السباينال بارت اللي هو السباينال كورد والكود اكواي. ده بالنسبه للسنترال نيرفس سيستم. البريفرال نيرفس سيستم عباره عن بيبدا من الانتير هورن سيل. البريفرال نيرفس سيستم بيبدا من الانتير هورن سيل، و البريفرال نيرف اللي طالع منها، وبعدين الموتور اندي بليت او النيورو ماسكولار جانكشن، وبعدين الماسلز او الجلاندز. يبقى ده النيرفس سيستم. لما اقول نيرفس سيستم ديزيزز بعني سنترال وبعني بريفرال. سنترال اللي هو الانتركرينيال والاكستراكرينيال، والبريفرال اللي هو من اول الانتيرير هورن سيل والبريفرال نيرف والنيورو ماسكولار جانكشن والماسلز. ده بس ايه حاجه كده بسيطه. النيورال تيوب ديفكت زي ما قلت لكم هي مش موجوده في بعض الكتب، موجوده يمكن في كتابين اثنين بس او ثلاثه، وفي ثلاث كتب مش موجوده فيها. فالنيورال تيوب ديفكت هي عباره عن most common congenital anomaly of CNS result من failure of neural tube to close spontaneously ما بين الثيرد والفورث ويك اوف ان يوترو ديفلوبمنت. عشان بس نفهم ان النيورال تيوب ديفكت لما بتحصل في اول شهر من الحمل، واول شهر من الحمل معظم الامهات ما بتبقاش عارفه انها حامل، وبالتالي بيبقى الهازرز بتاعت حدوث الكونجنتال انوملي من النيورال تيوب ديفكت كتيره جدا 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 جدا، نتيجه ان الام ما بتبقاش عارفه انها حامل، فممكن تتعرض لحاجات كتيره زي الراديشن او لدراجز ممكن تؤدي الى النيورال تيوب ديفكت. هذه الاسباب بتاعت النيورال ديفكت، مثلا ماتيرنال هايبرثيرميا حراره عاليه قوي، دراجز زي الديباكين او سيفير مال نيوتريشن او لو فوليت ليفل، كيميكالز، ماتيرنال اوبيزيتي، دايابيتس، وجينيتك ديترمنت، كلها بوسبل ريسك فاكتور، كلها بوسبل ريسك فاكتور. How to prevent، الناس بيقولوا انك تدي الفوليك اسيد. الامهات اللي اولادهم اتولدوا عندهم نيورال توب ديفكت نديهم فوليك اسيد سبلمنت بيفور وديورنج الايرلي بريجننسي، ده بيقلل الريسك بتاع النيورال توب ديفكت. الانواع بقى هو طبعا حاجات كتيره قوي، في السباينا بيفيدا اوكالتا، وفي المنينجيوسيل، وفي الميلو منينجيوسيل، والانينكيفالي والانكيفالوسيل.
برضه هقول كلمة واحدة عن كل دولت يعني عشان هي مش موجودة كتير. فالاسبانيا بيفيدا اوكالتا ده عبارة عن ميد لاين ديفكت من الفيرتبرال بوديز وزاد بروتروجن اوف ذا سباينال كورد او المينينجيز. الموست كيسز ذير ار كوتينيوس مانيفيستيشن زي هيمانجيوما او هيري باتش على اللور اند اوف ذا فيرتبرال كورد. Most patients are asymptomatic. The condition is usually with no consequence. That is the spinal bifida occult. The meningocele, that is about meninges herniate through the vertebral bodies or defective in the posterior vertebral arches. The spinal cord is usually normal, but meninges with CSF is a fluctuant midline mass that might transilluminate occurs along the vertebral column, usually in the lower back. ده اللي هو المينينجيوسيل. المايلو مينينجيوسيل ده عبارة عن هو مينينجيوسيل بس فيه جزء من الـ كورد. جزء من الـ كورد. وبيبقى دايما ما بين L5 و S1 vertebral bodies. طبعا مهم قوي ان بيبقى مع المينينجيز والCSF في السباينال كورد موجود داخل المينينجيال ساك. طبعا النتيجه انه بيبقى فيه سيفير ديفكت وبيعمل total paralysis and loss of sensation في legs and incontinence of bowel and bladder. يعني حاجة خطيرة جدا. يعني الأوكالت الاسبانا بيفدا أوكالتا والمنينجيوسيل ما فيش منهم أي مشكلة على الإطلاق. بينما الميل ومنينجيوسيل حاجة very dangerous. انكيفالي يعني أطفال عندهم rudimentary brain stem. عندهم rudimentary brain stem او mid brain. طبعا الحالات دي مش هتعيش فبيبقى rapidly fatal condition. ده الانكيفال. انكيفالوسيل ده عباره عن defect في السكال يحتوي على فقط CSF او بيحتوي على brain material بنسميه انكيفالوسيل. نسميه انكيفالوسي. يبقى احنا عندنا النيورال ديفكت. يعني انا ما حبيتش اطول فيها عشان هي مش موجوده في كتير. انما هي عباره عن سباينا بيفيدا اوكالتا عباره عن باك بتاع الطفل تلاقي فيه طفت اوف هير كده على اللور اند اوف ذا سباينال اوف ذا فيرتبري وده بناين كونديشن. والمينينجيوسيل ده عباره عن ساك موجود على اللور اند اوف ذا فيرتبرال كولم بيحتوي على ترانس اليومينيتد وبيحتوي على ساك وفي سي سيف وملوش اي كومبليكيشن على الاطلاق سوى انه ممكن يحصل فيه انفكشن وترانسميتد للسي سيف وتبقى مينينجايتس وده بس سيرجيكال كوركشن وخلاص. المنينجو مايلوسيل هو ده اخطر حاجه في الموضوع انه ساك مايلوسيل وبيحتوي على سباينال كورد بارت اوف ذا سباينال كورد وبالتالي هو ما بين الفيرتبري 1 الى سكرال 1 او ما بين فيرتبري لمبر 5 وسكرال 1 الديفكت ده بيؤدي الى paralysis of both lower limb و lack of sensation ومعاها incontinence and incubris. الانكيفالي والانكيفالوسيل. الانكيفالي هو عباره عن lack of the brain stem و الميد برين والبونز و جزء من البرين وده حاجه فيتال و usually complicated by this. الانكيفالوسيل هو زي المينينجوسيل بس موجود في السكال. نفس الموضوع بس موجود في السكال. ده بالنسبه للنيورال تيوب ديفكت. حد له اي سؤال فيهم يا اولاد؟ دكتور
دكتور، هو فعلا منتشر يعني، هو الموست كومن يعني كونجينيتال، يعني هو موجود الدرجة دي فعلا؟ كونجينيتال انومالي طبعا موجود، هي الموست كومن. اصل يعني في المستشفى يعني احنا ما شفناش خالص حالات من دي ما خالص. مش هتشوفيها في الأطفال، هتشوفيها في المخ والأعصاب، عشان معظمهم بيروح تمام لجراحة المخ والأعصاب. تمام يا دكتور، شكرا. طيب ندخل بقى في الماكروكيفالي. ماكروكيفالي اللي هو لارج هيد، وده موضوع موجود في الكتب كلها، يعني الكتب كلها بتتكلم على اللارج هيد والهيدروكيفلس، يعني بتدخل منها للهيدروكيفلس. يعني ايه كلمه لارج هيد؟ يعني الهيد سيركمفرنس اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن ابوف ذا مين فور ايج اند 6. مهمه قوي دي، يبقى الهيد سيركمفرنس اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن ابوف ذا مين فور ايج اند 6. ده ديفينيشن. الديفينيشن الثاني ان الهيد سيركمفرنس اكتر من 97 بيرسنتايل فور ايج اند 6، زي ما انت عايز. بس هو طبعا الافضل تبقى عارف الاثنين. يبقى لما حد يسال يعني ايه ماكروكيفالي، معناها ان الهيد سيركمفرنس اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن ابوف ذا مين فور ايج اند 6، او الهيد سيركمفرنس اكتر من 97 برسنتايل فور ايج اند 6. ده بالنسبه للديفينيشن بتاع الماكروكيفالي. الحقيقه الصوره اللي تحت دي مهمه قوي. ازاي بتقيس الهيد سيركمفرنس؟ لازم بالطريقه اللي موجوده في الصوره، يعني لازم الرؤيه تكون واضحه بالنسبه لك، ولازم تكون على الجنب. نهايه المزوره ونهايه القياس اللي هتقراه يكون على الجنب، سواء كان الجنب اليمين او الجنب الشمال، انت واقف فين، ولازم المزوره تبقى على الجنب. وطبعا المزوره لازم تكون بتمر ب يعني اعلى وابعد نقطه في السكال، اعلى وابعد نقطه في السكال. دكتور اشمعنى الجنب يعني؟ نعم، اشمعنى عشان الجنب الرؤية، يعني عشان الرؤيه والدقه. انت عارف الاطفال بيتضايقوا لما تبقى واقف قدامهم وهيعافر وبتاع، تمام، لما تبقى واقف في الجنب فبيبقى مش واخد باله، وفي نفس الوقت بتبقى كونفينينت ليكي، تقدري تشوفي الرقم كويس، والضوء بيبقى افضل مما لو كنت واقفه قدام. تمام يا دكتور. وطبعا بيفضل احنا يعني في عندنا رولز للقياس، اللي يقيس كل مره يكون هو نفس الشخص، ما يبقاش كل مره واحد تاني، تكون بنفس المزوره، ما يكونش كل مره مزوره تانيه. وطبعا هو نفس الطفل، دي مفهومة يعني. الماكروكيفالي أو اللارج هيد أسبابها إما تكون حاجة خاصة بالعظام اللي هو كرينيال بالسكال، أو تكون حاجة خاصة بمحتويات السكال. خاصة بالسكال هيبقى الأسري، إن الأسرة أساسا دماغها كبيرة، فاميليا لارج هيد، او يكون امراض زي الريكتس، الكرونيك هيموليتيك انيميا خصوصا الثلاسيميا والسيكل سيل، الكريتين، الاوستوجينيس امبرفكتا، والاكوندروبليزيا. يبقى الكرينيال كوزس اوف لارج هيد فاميليال، وده مهم قوي، وبعدين الريكتس والكرونيك هيموليتيك انيميا والكريتين والاوستريز امبرفكتا والاكوندروبليزيا. الحاجات اللي جوه السكال اهمهم الهيدروكيفلس، اهم حاجه. يبقى عندي نمبر 1 الهيدروكيفلس، نمبر 2 الهيدرو انكيفالي والميجال انكيفالي، والكونتنت اللي تزود الانتركرينيال زي بريشر، زي التيومر والتيوبركلوما والابسس والهيموريج والميوكوبولوساكرايدوز نتيجه ديبوزيشن للسبستنس في البرين ماتر. يبقى اذا اسباب الماكروكيفالي اللي هي لارج هيد، اما انها تكون كرينيال او انتركرينيال. كرينيال الفاميليال والريكس والاوستيز امبرفكتا
والكريتين والكرونيك هيموليتيك انيميا والاكوندروبليزيا. داخل الكرينيوم داخل السكال هيبقى الهيدروكيفلس والهيدر انكيفالي والميجال انكيفالي والانتراكرينيان بريشر انكريز ديو تو تيومر او تيوبركلوما او ابسس او هيمرج او ميوكوبوليسكرايت. دي كلمة عن كل حاجة. الميجال انكفالي يعني ايه؟ والصوت سندروم اللي هو سيريبرال جيجانتيزم يعني ايه؟ والهايدر انكفالي يعني ايه؟ والميجال انكفالي يعني ايه؟ يعني اللي يحب يقراهم ويشوفهم يقولهم يبص عليهم، مش عايز هو حر، مش اساسي. انما هو اهم حاجه يعني ايه لارج هيد والديفرنشال جنوز الاسباب ايه كذا فقط اسباب بس. هنطلب بقى في الهيدروكيفلس يعني ايه هيدروكيفلس، هنقول ايه الديفينيشن الفيسيولوجي الباث فيسيولوجي انواع الهيدروكيفلس كلينيكال مانيفيستاشن الدياجنوز والتريتمنت والبروجنوز. كلمه هيدروكيفلس اولا هي كلمه لاتينيه، هيدرو يعني مية وكيفلس يعني سكال، فسكال مليانة بالمية يعني هيدرو كيفلس. الديفينيشن ميديكال ديفينيشن dilatation of the ventricular system due to either obstruction of CCF flow with the ventricular system أو interference with its absorption in the subarachnoid space. ده ديفينيشن. في كتب تانية كده ديفينيشن تاني بتقول it is a condition that result from impaired circulation and or absorption of CSF or in rare circumstances from increased production of CSF by choroid plexus babylon. يبقى ال definition البسيط هو عبارة عن dilatation of the ventricular system full stop. dilatation ده سببه ايه؟ اما obstruction في الباسوي أو سببه increase secretion وdecrease absorption of the CSF في subarachnoid space. بس يبقى يعني إيه كلمة hydrocephalus؟ معناها عبارة عن dilatation of the ventricular system result from increased production of CSF أو obstruction of its pathway. Full stop. أدي الديفينيشن بمنتهى البساطة. في يعني شوية كلام على السي اس اف على الهيدروكيفلس هو abnormal enlargement of the ventricle due to excessive accumulation. هو نفس الكلام ما فيش فيه منه كلام جديد. ال prenatal screening of maternal serum for alpha fetal protein في الأسبوع 16 لل 18 لو لقيناه عالي ممكن يديني فكره عن possibility of development of neural tube defect اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. physiology CSF بيتكون بالكرويد بلكسس، والكرويد بلكسس دي situated موجوده في الventricles. احنا عندنا ثلاثة فينتركل، واحد اسمه لاترال فينتركل بيؤدي إلى السيرد، والسيرد بيؤدي إلى الفورس فينتركل. في كنترول للبرودكشن أوف ذا سي اس اف فورميشن استيميوليتد بالأدرينرجيك سيستم. لما أعمل استيميوليشن أدرينرجيك سيستم يقلل البرودكشن بتاع السي اس اف، بينما اكسايتيشن لعكس الادرينرجيك اللي هو الكولينرجيك يزود السكريشن او البرودكشن بتاع السي اس اف. يبقى الادرينرجيك سيستم بيعمل ديكريز للاماونت برودكتد باي ذا كرويد بلكسس، بينما الكولينرجيك نيرف ستيموليشن بيزود البرودكشن بتاع الاماونت اوف سي اس اف. في النورمال تشيلدرن تقريبا 20 مللي من ال CSF per hour is produced. 20 milli is produced
في الايه في الساعه. التوتال فوليوم طبعا هو سيركوليت، فالتوتال فوليوم الموجود في السيركوليشن تقريبا في الاطفال بيبقى 50 مللي، بينما في الكبار بيبقى 150 مللي. يبقى هو شايف البرودكشن ريت عالي ازاي، بيتم في حدود 20 سنتي في الساعة، بس التوتال اماونت اللي موجودة في السي اس اف سيركوليشن بتبقى 50 مللي. معنى كده ان هو رابيدلي ريليز اند رابيدلي ابزوربد. الكمية دي 50 مللي في الاطفال و 150 مللي في الكبار. بيمشي ازاي؟ سي اس اف بيمشي بروديوس في الكلود بلكسس في اللاترال فنتركل، يمشي من اللاترال فنتركل الى السيد فنتركل من خلال فريمن اوف مونرو. افتكر مارلين مونرو، افتكر مارلين مونرو هي حاجه شهيره جدا، وبالتالي افتكر مونرو ده هو اول فريم. ليه اقول كده؟ هتشوف دلوقتي. يبقى اللاترال فنتركل بيودي الفلويد سي اس اف الى السيد فنتركل من خلال فورامينا اوف مونرو، اثنين على كل وان سايد في واحد. وبعد كده من السيد فنتركل الى الفورس فنتركل من خلال الاكويدكت اوف سيلفياس، من السيرد فينتركل الى الفورس فينتركل خلال قناه ضيقه جدا اسمها اكويدكت اوف سيلفيوس. دي عباره عن 3 من 10 من السنتي طولها وعرضها 2 من 10 من السنتي. يروح للفورس فينتركل سي اس اف، وفي الفورس فينتركل يروح يخرج بره الفورس فينتركل عشان يروح للسيسترن اوف ماجنا، اوف ماجنا عند البيز اوف ذا برين، عشان يروح ل عشان يبقى ابزوربد من خلال، يخرج من الفورس فينتركل من خلال فورامينا اوف لوشكاي اند ماجندي، من خلال فورامينا اوف لوشكاي اند ذا ميد لاين فورامينا اوف ماجندي. ليه بقى انا قلت من رو؟ عشان هنا في ماجندي، يبقى مورلو يبقى افتكر هو الاول لانها حاجه ستار فهي تبدا الاول. يبقى اللي يعدي من اللاترال فينتركل الى السيرد فينتركل، من اللاترال الى السيرد، اسمه فورامينا اوف مونرو. من السيرد الى من السيرد الى الفورس يبقى الاكويدكت اوف سيلفياس، من الفورس الى البيز اوف ذا برين فريمن اوف ماجندي اند لوشكاي. طبعا ده الباسوي الطبيعي. الهيدروكيفوس هتيجي من ايه؟ اوبستراكشن للباسوي، او طبعا اوبستراكشن بنسميه اوبستراكتيف هيدروكيفوس، او اكسسيف سكريشن او ديكريز الابزوربشن نسميه نون اوبستراكتيف هيدروكيفوس، او كوميونيكيتنج هيدروكيفوس. الصورة دي حلوة قوي، بتبين ادي اللاترال فينتركل اللي هو كبير قوي، ده عامل زي الغول كبير قوي قوي. اللاترال فينتركل عندي ليفت ورايت لاترال فينتركل، وعندي سنترال بارت اوف ذا لاترال فينتركل، يعني كل يعني الرايت لاترال فينتركل والليفت لاترال فينتركل في سنترال بارت وفي بودي وفي كودال بارت. اللاترال فينتركل بيدخل الفلويد سي اس اف للسيرد فينتركل من خلال فريمن اوف مونرو اللي هو عنده السهم ده، اللي هو عنده سهم الحركه ده، فريمن اوف مونرو. وفريمن اوف مونرو ده يدخل السي اس اف من اللاترال الى السيرد فنتركل، والسيرد فنتركل يدخل الى الفورس فنتركل من خلال
اكويدكت اوف سيلفيوس اللي هي عليها السهم دي، اكويدكت اوف سيلفيوس طولها 3.1 سم وعرضها 2.1 سم، هي حته ضيقه قوي. وبعدين الفورس فينتريكل اللي هو ده، الفورس فينتريكل يدخل السي اس اف الى البيز اوف ذا برين من خلال الفوريمن اوف ماجندي اند لوشكاي، ماجندي اند لوشكاي. ودي صوره اوضح لللاترال فينتريكل، ودي الكرويد بليكسس اللي بيطلع منها السي اس اف. السي اس اف بيطلع من الفورس فينتريكل الى البيزل سيسترن ويروح through the cistern system over the convex of the cerebral hemisphere. Reabsorption, CSF is reabsorbed in the venous circulation من subarachnoid space by the arachnoid villi. يحصل له rapid reabsorption من خلال بعد ما يعمل الدورة بتاعته reabsorbed into بيروح للفينوس سيركوليشن من خلال السب اراكنويد سبيس بوسط الى اراكنويد فيلا. وبالتالي اي اوبستراكشن للباسوي ده هتؤدي الى الهيدروكيفلس، سواء كان اوبستراكشن في الباسوي بتعمل لنا اوبستراكشن في الهيدروكيفلس او اكسسيف برودكشن بتعمل لنا كوميونيكيتنج هيدروكيفلس او نون اوبستراكتيف هيدروكيفلس. ده بالنسبه للباسو فيسيولوجي بتاعت الهيدروكيفلس. طب هو السي اس اف ربنا خلقه ليه؟ بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعمل بروتكشن للنيرون والجانجليا. نمره اثنين بروتكت وبروفايد جود بروتكشن للهيفي للبرين اللي هو وزنه في حدود الكيلو و400 جرام. بيعمل سيرف از الليمفاتيك سيستم اند ا كوندكت فور نيوروبيبتايدز. البي اتش بتاعت السي اس اف ريجوليت البلمونري فنتيليشن اند سي اس اف. كل دي فانكشن للسي اس اف. هندخل بقى في انواع الهيدروكيفلس. زي ما اتفقنا في حاجه اسمها اوبستراكتيف هيدروكيفلس وفي او نون اوبستراكتيف. اوبستراكتيف هيدروكيفلس اللي هو بيسموه نون كوميونيكيتنج هيدروكيفلس. اسباب الاوبستراكتيف هيدروكيفلس اما انها كونجينيتال زي الاكويدكت ستينوزيس، هو طفل مولود كده، او كونجينيتال ابسنس اوف مونرو فرامينا، او مالفورميشن لفين اوف جالين، او فريم اوف لوشكي اند ماجندي ممبرين، موجود ممبرين طفل مولود بيه، او ان يكون عنده ارنولد كياري سندروم او داندي ووكر سندروم. يبقى الاوبستراكتيف هيدروكيفلس ممكن يكون سببه اكويدكت ستينوزيس او ابسنس اوف فريم اوف مونرو أو لوشكي وماجندي فيهم ممبرين، أو يكون الطفل مولود عنده أرنولد كياري أو داندي ووكر سندروم. ده الأوبستراكشن. طبعًا أرنولد كياري وداندي ووكر هيعملوا حاجة اسمها ميكانيكال أوبستراكشن. الأكوايرد تروما عملت هيمورج أو انفلاميشن زي مننجيتس وإنكيفاليتس ونيوبلاست زي البرين تيومر خصوصًا بوستيريو فيسا تيومر. اعمل كوبستراكشن على الفورس فينتريكل او على الفريمن اوف ماجندي اند لوشكي. ده بالنسبه للاوبستراكتيف هيدروكيفلس واسبابه. قسمه ثانيه بتوريك الفريمن اوف مونرو فين، والاكويدكت اوف سيلفياس فين، والفريمن اوف ماجندي
اندروسكايفي. النون اوبستراكتيف هيدروكيفلس، النون اوبستراكتيف اللي هو كوميونيكيتنج هيدروكيفلس، بيبقى سببه يا اما اوفر برودكشن سي اس اف خصوصا حالات الكرويد بلكسس ادينوما، او امبيرد الابزوربشن. امبيرد الابزوربشن برضه ممكن يكون كونجنتال زي الارنود كياري مال فورميشن نتيجه ديسبيسمنت للمدله السيربيلم ويز منينجو مايرسيل، او تروما زي سب ارنود هيموج، او انفلاميشن زي بوست منينجيتيك جلايوزس. كل ده يعمل communicating hydrocephalus أو non-obstructive hydrocephalus. ودي صورة الحقيقة MRI طفل عمره 10 شهور ميل عنده بابلومة في الكرويد بلكسس في الرايت لاترال فينتركل، اللي هي دي بابلومة في الرايت لاترال فينتركل اهي. طبعا الهيدروكيفلس هنا هيبقى نون اوبستراكتيف اللي هو كوميونيكيتنج هيدروكيفلس نتيجه ان البابلوما هتعمل اوفر برودكشن للسي اس اف فلويد. الكلينيكال مانيفيستيشن بتاعه الهيدروكيفلس بتعتمد على حسب انت شفت الطفل امتى، قبل الكوجر للفنتانيل ولا بعده. لو كان قبله هيبقى السكال هتكبر، هتفضل باستمرار في انكريز سكال دايمتر، وهتلاقي السكين ثين وتشايني بتاع السكالب، وهتلاقي السكالب فين برومننت، الانتيرو فنتانيل اللي بيبقى وايدلي اوبند وتنس وبالجنج، السيوتشرز هتبقى وايدلي سيبريتد، وهتلاقي حاجه اسمها ماك وين ساين اللي هو كراكد بوت ساين، اللي هو عباره عن تحط ايدك على دماغ الطفل وتضغط ضغط بسيطه تحس انه كان السكال بتدخل جوه تحت صباعك. والكرينيو تيبس يبقى اسف الماك وين ساين اللي هو كراكد بوت ساين ده عباره عن ريزونانت نوت اون بيركشن due to suture separation. ده الماك وين ساين. الكرينيو تيبس اللي هو الضغط على السكال تحس ان البون بيدخل لجوه بالضغط بتاعك. طبعا الاي بتبقى sunset appearance مهمه قوي قوي قوي. الطفل بتاع الهيدروكيفلس بتلاقي عينيه واخده شكل عيون الغروب sunset appearance. العين نزل تحت ومعاها ريم اوف سكليرا بافز ايرس. سبب هذا الكلام عباره عن فورورد اند داونورد ديسبيسمنت اوف ذا جلوبز. ليه الجلوب نازل لتحت وطالع لقدام؟ سببه الامبنجمنت اوف ذا دايليتد سوبرا بينايل ريسيس في البرين ستيم، يعمل لنا السانسيت اي ساين. الباك اكزامينشن ممكن تلاقي منينجوسيل في الباك بتاع الطفل، ممكن اللي هو عنده هيدروكيفلس تلاقي منينجوسيل، او الاخطر تبقى منينجيو مايلوسيل. طبعا لو لقيت منينجيو مايلوسيل تفتكر على الارنولد كياري مالفورميشن على طول. لو فحصت النيورولوجيكال دي كلها حاجات السكال والباك، لو نيورولوجيكال هتلاقي فيه سباستيستي في الليمس ديو تو كومبريشن على المخ.